السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء 3 من محرم لعام 1438 للهجرة، الموافق 4 من أكتوبر لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. يشارك الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور باحتفالية مجلس النواب التي ستقام في مدينة شرم الشيخ يومي 9 و10 أكتوبر 2016 بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة البرلمانية في مصر. تقدم الدكتور محمود رشاد عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبو حمص وإدكو محافظة البحيرة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن ارتفاع أسعار المحاليل الطبية وكذلك العجز الشديد في الأسواق. وتقدم رشاد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الارتفاع الجنوني في السلع التموينية، خاصة سعر السكر الذي وصل إلى 10 جنيهات، مما يؤثر سلبا على المواطن المصري. التقى النائب خالد أبو خطيب عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبو المطامير وحوش عيسى محافظة البحيرة محمد أيوب مدير عام الري الزراعي بالناصرية والمهندس مجدي السيد رئيس هندسة شمال التحرير للري الزراعي لعرض مشكلة انقطاع مياه الري بقرية 21 عن أهالي القرية لمدة 30 يوما. والتقى أبو خطيب أمس مع مستور عبد الحميد فرج رئيس الوحدة المحلية بقرية 10,000 للاتفاق على تغيير شبكة المياه بقرية 10,000، حيث تم استعراض خرائط الشبكات المتهالكة بقرية 10,000. والتقى عضو مجلس النواب عن حزب النور بمدير ومعلمي وتلاميذ معهد الكفاح الأزهري، وتفقد أبو خطيب خلال اللقاء سير العملية التعليمية، كما تعرف على أهم المشكلات التي يعاني منها المعهد ومن أهمها عجز المدرسين في عدد من التخصصات وقلة المقاعد في الفصول، كما تقدم العديد من أولياء أمور التلاميذ بعدة شكاوى لنائب النور. عقدت أمانة حزب النور بالإسماعيلية برئاسة الدكتور جمال حسان أمين المحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب اجتماعا موسعا مع أمناء المراكز والشياخات. تناول الاجتماع المستجدات على الساحة السياسية ومتابعة لأنشطة المراكز والشياخات. كشفت مؤسسات تعني بشؤون الأسرى الفلسطينيين أمس الاثنين أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر سبتمبر الماضي 436 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية وغزة، بينهم 73 طفلا و11 سيدة بينهن 3 فتيات، وفق الأرقام التي نشرها المركز الإعلامي الفلسطيني. اقتحم نحو 1171 مستوطنا وعنصرا من قوات الاحتلال المسجد الأقصى خلال سبتمبر الماضي، وسط محاولات متكررة بإقامة صلوات يهودية في أنحاء متفرقة فيه، خاصة المنطقة الشرقية عند باب الرحمة وعند سبيل قيت باي. قررت وزارة التعليم السعودية إخلاء مسؤوليتها اليوم الثلاثاء عن كتاب تاريخ وصف المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل بالعمليات الإرهابية، في نفس الوقت حملت وزارة الثقافة والإعلام المسؤولية كون الكتاب يدرس في مدارس أهلية عالمية في البلاد. نفذ الطيران السوري اليوم الثلاثاء طلعات جوية على مقرات لمسلحي جيش الفتح في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالية. اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار واشنطن تعليق قنوات الاتصال مع موسكو بشأن سوريا يدل على سعي الأمريكيين لعقد صفقة مع الشيطان أي الإرهابيين من أجل إسقاط حكومة الأسد. تعرض المستشفى الرئيس في المناطق الشرقية من مدينة حلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة للقصف للمرة الثالثة في غضون أسبوع حسب ناشطين. حذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أن السوريين المحاصرين في مناطق سيطرة المعارضة السورية بالكاد يعيشون مع ارتفاع أسعار الطعام بشكل كبير. وقال أوبراين في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أمس الاثنين إن المواطنين لا يستطيعون تناول الطعام سوى مرة واحدة في اليوم، إذ توشك الإمدادات على أن تنفد، مؤكدا استعداده لتوصيل المساعدات إلى المدينة، لكن لا يمكن أن يحدث ذلك إلا عندما تصمت المدافع. قال مسؤولون إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون أمس الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة في سوق مزدحمة في إقليم بشمال أفغانستان على الحدود مع تركمانستان. يعيش مسلم الروهينجيا من بلدتي موزاي وأنكفرانغ التابعتين لمدينة راسيدونغ بولاية أراكان حالة مأساوية منذ ما يقرب من أسبوعين تنذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة لأكثر من 4500 فيهما في ظل حصار بوذي محكم ضدهم منذ 2012. تمكنت القوات العراقية من السيطرة على منطقة البوعساف في جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار غربي العراق، وطردت مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.
أفادت مصادر أمنية فجر اليوم الثلاثاء بمقتل القيادي الحوثي عبد الله قايد الفديع المسمى أبو قايد قبالة منطقة نجران السعودية داخل الأراضي اليمنية. تستعد الحكومة التونسية إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 25% لسد عجز الميزانية العامة لعام 2017 بحسب صحيفة الشروق التونسية. أعلنت تركيا الاثنين تمديد العمل لثلاثة أشهر أخرى بقانون الطوارئ الذي أعلن في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو. أعلن مجلس الوزراء السعودي في بيان له الاثنين أن اعتماد قانون جاستا في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي ويضعف الحصانة السيادية للدول بما فيها أمريكا. وصل قائد القطاع الشمالي السعودي بقاعدة الملك فيصل الجوية اللواء فيصل بن أحمد الخماش إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات للاطلاع على سير فعاليات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة مقاتلات 2016 الذي قام بين القوات الجوية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي. أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفخوري أن ألمانيا أقرت تقديم مساعدات جديدة للأردن بقيمة 272.7 مليون يورو لعام 2016. أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيقات عاجلة فيما تم تداوله إعلاميا بشأن تعفن جثث ضحايا حادث مركب رشيد. تلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تقريرا صباح اليوم الثلاثاء من اللجنة الفنية عن نتائج زيارتها أمس لقرى محافظة الغربية، حيث تبرع عدد من المواطنين من أهالي قرى سنباط وميد بدر حلاوة وكفر كلا الباب بقطع أراض لبناء مصانع لتشغيل الشباب داخل القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية خاصة للأطفال القصر. دفن اليوم في مشهد مهيب 67 جثة مجهولة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية برشيد في مدافن البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ اليوم الثلاثاء بعد تصوير الجثث تحسبا لتعرف أحد الأهالي على صورهم. قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن قانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأمريكي رغم فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤشر خطير على العلاقات الدولية بين السعودية والدول العربية وبين الولايات المتحدة. أعلن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه تقرر غلق منطقة الحسين لمدة يومين بدءا من يوم 10 الشهر الجاري منعا لأداء الطقوس والأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء. أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية أم القصور والحواتكة وبني عدي، وذلك ابتداء من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي دواء قسوة القلب فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. أيها الملحد اركب معنا الحلقة الأولى فضيلة الشيخ أحمد فريد. تابع شروط المنكر وتابع آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله من سلسلة العقيدة الواسطية من درس الأخوات. وتابع آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله من سلسلة العقيدة الواسطية من درس الأخوات فضيلة الشيخ ياسر برهامي. الهجرة لطلب الرزق بين المغامرة والمقامرة الشيخ محمود عبد الحميد. وقفات مع قصة نبي الله يوسف عليه السلام. 7 اجتماع الأمر ولم الشمل من سلسلة قصص الأنبياء الشيخ سعيد محمود. المحاضرة 6 من سلسلة تفسير سورة الزمر من تفسير ابن كثير الشيخ عصام حسنين. شهر الله المحرم من سلسلة الأشهر الحرم الشيخ محمد سرحان. الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها من سلسلة كتاب الصدقات من الترغيب والترهيب الشيخ إيهاب الشريف. تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي محاولات تقزيم السعودية ومشروع الأيديولوجية كتبه محمد بن إبراهيم السعيدي. 10 أسباب للثبات على الدين. 3 الرفقة الصالحة وتذكر نعيم الجنة وعذاب النار كتبه سعيد محمود. صبر وشاتي لا كل يوم كتبه مصطفى خطاب. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي حكم المال المأخوذ من بعض المواقع مقابل مشاهدة الإعلانات عليه. حكم زيادة ركعة في الصلاة عند الشك في خطأ الإمام أو على سبيل الاحتياط. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.